الساعه كتشير 10:58 دقيقه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمرا، نواصلوا فقرتنا المتنوعه. غادي نمشيو اللحظه عند الشيف حفيظه من مكناس، نواصلوا الاسبوع المخصص للاقتراحات الخاصه بشهر رمضان الكريم. اهلا حفيظه. لا 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 سناء، كيف صحتك حبيبي؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، كل شيء على خير، بارك الله فيك. الحمد لله، عندك واحد التحيه كبيره من عدد كبير من المعجبات وداخل المغرب وخارج، من الامارات والسعوديه وهولندا وامريكا. مرحبا بسلامهم. وسلام كبير من عندي انا بزاف من عندي المستفيدات ديالي الساجنات القاصرات بقسم الاحداث بفاس. الله يطلق سراحهم ان شاء الله. امين يا ربي، وحتى هما كيسلموا عليك بزاف ومتبعين البرامج ديالك. والغريب في الامر تحيه كبيره لهم. الغريب في الامر انهم كيطلبوا من والدي ومن كيجيو للزيارات بعض المقادير باش هما كينفذوها داخل. تبارك الله، مزيان مزيان. على الاقل ان شاء الله ملي يخرجوا يعني من هذه الازمه يلقاو ان شاء الله شي حرفه ولا شي صنعه ولا هكا، يعني يعرفوا ما يديروا ان شاء الله في حياتهم. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. ان شاء الله، الله يطول عمرك. ووحده من السطات ومبني من السطات قال كادي اسبوع ما عندهمش ميد راديو. وكذلك بني من لال قال لي توصلي على الامانه نوصل ثاني. اكيد اكيد اكيد، راه كنتوصلوا بعض الرسائل ان شاء الله وكنجاوبوا عليها. كذلك في برشيد كان مشكل يعني والفريق التقني، غير صبروا معنا واحد شويه الفريق التقني راه كيتنقل، ونتمنوا لهم كذلك التوفيق لانه كيديروا واحد المجهود كبير باش ان شاء الله انكم تسمعونا ونكونوا يعني معكم يعني من طنجة حتى الكويره باذن الله. ان شاء الله، هذا غير حب في البرنامج. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. بالعكس، مرحبا. الحمد لله، نبداو يعني يطلبوا الاخوات البيتزا بلاصوص بلونش. ايه من المعسلات معاك، نمشيو للمملحات شويه. تفضلي. كتجي زوينه عندنا بالنسبه العجين فيها نسكي. انا ما غنزربش واخا. نص كيلو ديال الطحين الفرن، معلقه كبيره زيت بلديه، قبيصه الخميره معجونه ديال الدار، عندنا شويه الملحه، معلقه كبيره سنيده، معلقه كبيره زبده رطبه ممدوباش، وعندنا المدافي. بالنسبه لهذا العجين كنحتاجو نص كيلو ديال الطحين، معلقة كبيرة زيت بلدية، قبيصة ديال الخميرة ديال الدار، شوية الملحة، معلقة كبيرة سنيدة، ومعلقة كبيرة زبدة رطبة. هادشي كله كنخلطوه بالمدافي وكنجمعو العجينة وكتكون عندنا العجينة رطبة. من بعد كنعملوها في واحد البلاستيكة وكنخليوها ترتاح. ملي كترتاح ندوزو للحشو. عندنا في الحشو كناخدو ثلاثة ديال البصلات، كنقطعوهم شرائح وكنسهطوهم في شويه ديال الزبده وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. ما كنخرجوش على الملحه والبزار لان بغينا لاصوص تبقى لنا بيضه. منين كتبان لنا هاد البصله اللي شحرنا كنزيدو عليها ربعه ديال الكروفيت وكنحركو مزيان. كناخذو علبه ديال كريم فريش صغيره خاصه بالطهي، وكناخذو سته ديال الفرماجات. هاد ديال الفرماجات مثلتين كنحلوهم بديك العلبه ديال لاكحين فخيش. ايه حتى تيتحلو مزيان. ملي كنحلوهم كنزيدو هاد الخليط على الخليط ديال الكروفيت. وكنحركو غير شي شويه وكننطفيو النار. من بعد نرجعو للعجينه كنطلقوها عادي وكنرشوها بشويه ديال الفرماج محكوك في القاعده. عاد كنصبو فوق منها الخليط ديال الكروفيت وديال البصله وكنرشوها من الفوق بالفرماج محكوك. ايه وكندخلوها للفران كتجي هايله. الله يعطيك الصحه، يطول عمرك. تبارك الله عليك. بغينا هذه كنقدموها عائليه، بغينا نقدموها في المملحات ديال بريستيج ولا شي حاجه ممكن اننا فرديه. فرديه كنديروها في دوك لي طارتوليت. وكنخليو شويه ديال العجينه اباغ حتى تنعمروها. كنقبطو دوك العجينه كنقطعو على شكل شرائح، وكل طارتوليت كنديرو فوق منها علامه زائد. ديك العلامه بوحديتها كندهنوها بالصفر ديال البيض وكنرشها بشويه ديال البافو. وكندخلها للفران طيب. ملي كتدخلها للفران طيب كل وحده كل طارتوليت كنديرو فوق منها قمرونه تتكون مشحره، وكنزينو عاوتاني بعريشات ديال المدنوس. كتقدم بوحدها يعني مملح بريستيج بوحديته. ايه والعائليه كيف قلتي، المهم هو القاعده ديال الوصفه.